شهدت محافظة الأقصر تنظيم قافلة طبية بقرية الدير بمركز إسنا جنوبي المحافظة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف الأدوية ونظارات العيون بالمجان على الحالة الأكثر احتياجا في قرية الدير. تشرفنا بوجود قافلة طبية شاملة متنوعة لمجموعة من التخصصات بحضور أطباء متخصصين. هذه القافلة راعيها مؤسسة راعي مصر تحت إشراف التحالف الوطني الذي يدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.